شي واصله البروادي وين واصله؟ واصله واحد الدشرة واحد المدينة صغيرة هذه هي شابة شابة بعد كي تعاود تولي نعاود نقولوا لهنا ما نروحوش للشفار دخلوا منا؟ اه هذه هي هاي شكلها خدمينها خدموها جديدة هاي هاي الخدمة تاعها هذه هي هاي شوف لي ديجا تبان جديدة على السلام عليكم. اليوم رانا في طريق السيار الجديد تاع اللي يربط مدينة تخميس مليانة بمدينة برج باريريت على امتداد حوالي 820 كيلومتر. انا عليا كاين حكم هادي هذا الترونسون بعد كيف تدخل منا ما مش مقفول هذه هي الطوط الخدمة ما شاء الله خير بتاع الشرف الطريق هذا سيار من النوع الاول رائع بمعايير يعني عالمية لاحظ انه العمل جيد جدا تم يعني في هذا الانجاز الرائع اذا والان رانا في الجزء الاول الذي تم تدشينه هذه حوالي عام يعني الطول ديالو حوالي 30 كيلومتر وللعلم انه هذا الطريق يسمى بالطريق الاجتنابي لمدينة الجزائر انا اقترح ان هذا الطريق يكون جزء من طريق سيار الشرق غرب اللي يمتد من حدود المروك الى حدود تونس اذا والجزء اللي الموجود حاليا ما بين خمس مليانة وبرج باريريج واللي هو في الحقيقة الان راح جزء من طريق السيار هذاك اللي نديروه طريق الاجتنابي لولاية الجزائر وهذا الطريق يولي جزء من طريق السيار الشرق غرب اذا نخليكم تتابعوا هذه الرحلة الرائعة في هذا الطريق الرائع الذي تم افتتاحه ووضع حيز الخدمة هذه حوالي بضعة أشهر إذا نخليكم تتابعوا نروحوا نشوفوا نزيدوا نشوفوا نروحوا حتى نوصل للمكان نتاع يعني وين تنتهي يعني الأشغال حتى تنتهي الأشغال نتاع هذا حتى نشوفوا المكان وين ينتهي هذا الطريق إذا Продолжение следует...
الآن رانا وصلنا إلى نهاية الطريق هذا ونشوف أن الطريق هنا راه مغلوق. إذن انتهي، هذا هو يعني الطريق ككل. يعني إذن الأشغال مستمرة إلى حدود كما قلنا ولاية برج بوعريريج. إذن أنا أخليكم في رعاية الله وحفظه ونعود إذن والسلام عليكم.